السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير، والناس اللي دخلت تشوف هذا الفيديو يعطيكم الصحة، والله يرزق كل واحد فيكم ما يتمنى ان شاء الله. دونك المرة اللي فاتت الفيديو الاخر اللي درتو، عندي واحدة اختي قالت لي باللي الصوت كان ناقص وهدرتي ما كانتش مليحة. اليوم راني نسي نطلع شوية في الفوليوم تاعي ونعيط شوية. المهم اليوم رحت درت دورة خفيفة في اكسيون، صورت لكم شوية لقطات، ما صورتش المغازان كامل باش ما يجينيش الفيديو طويل، وزيد اول مرة نصور في المغازان، دونك سمحوا لي اذا ما صورتش مليح. جاتني شوية بيزاغ الحالة، جاتني الحالة غريبة. المهم ان شاء الله نتمنى اليوم يعجبكم الفيديو وتكملوا حتى للنهاية، وديروا لي جيم، واللي يكمل معايا الفيديو يكتب لي في الكومنتير باللي يكمل وعجبوا الفيديو، وشكرا بزاف ويعطيكم الصحة ونخليكم مع الفيديو مرة اخرى ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، سلام.